اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة اخرى من برنامجكم أطايب. اليوم ضيف جديد، أكلة جديدة، حلقة جديدة تماما. خلوكم معنا عشان نعرف ايش هذه الأكلة. بس بداية نرحب بأبو كريم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك ورحمة معنا. الله، يا اهلا وسهلا. تمام والله بخير الحمد لله. كويس. اليوم معنا ضيف غير شكل يا ابو. اهلا وسهلا بكل ضيوف. ضيف ما شاء الله تبارك الله خبرة في الأكل وكل أنواع الأكل، مو بس دولة معينة، كل الدول ما شاء الله. معنا الأستاذ وفيق فريحات. فريحات أبو. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا أستاذي، كيف حالك؟ أهلا نظرت مباركي والله. أبو ضياء طبعا يا أبو كريم ما شاء الله تبارك الله، اليوم جاي وعبيقول موسوعة يعني. إيه عبيقول جاي وبدي ورجيكم اللي عندي. تكرم يا أبو كريم. طيب كويس، لكن احنا هو من الأردن الشقيق. نعم. يا حياة. وعملنا احنا اليوم شركسية، هيدي أكل شركسية يعني امتياز الدنيا. هاي من الأكلات اللي بالأردن بنفتخر فيها، وبنفتخر بالشراكس اللي بالأردن أصلاً. لأنه الشراكس اللي بالأردن هم صاروا عمود من أعمدة الأردن اللي حالياً كل الأردن بيرحبوا فيهم، من لما إجوا من القوقاز وصاروا من أهل البلد، وهم أهل البلد أصلاً. أهلاً وسهلاً فيك. يعني نحن رح نبدأ نشتغل، علما بتشوفوا المقادير على الشاشة، نحن عنا أكثر من صنف بكل حلقة، حيكون كل صنف بمقاديره بمكوناته بمنفصل، لكن لأنه هيدي الأكلة ما بتكفيها 40 دقيقة ولا 30 دقيقة، نحن عاملين أو قطعين مرحلة من مراحل الإعداد، لكن مش على حساب المعلومات اللي رح نقدمها. بداية بهون بهيدي الطنجرة عنا أصناف التالية. هذا هون عنا الدجاج سلقناه مع الجزر، الكرفس، الكرات، الورق الغار، الهيل، المستكة، بالإضافة للملح والخلنجين. نحن أصلا رح نوصل الطريقة خطوة خطوة. بهذه المرحلة المي اللي عم تغلي رح نضيف هذه الأصناف اللي عم نحكي عنها. الجزر، البصل، الكرات، الورق الغار، الكرفس، الهيل، هذا كله رح كلها مطيبات. أيوة. وهذه طبعا الجاجي فرقناها بالطحين وبالملح وبالخل ونظفناها مزبوط، بعدين خليناها على هاي بداية الشركسية. أيوة. نسلق هيدي الدجاجة طبعا اللي نحن هون عندنا نسخة منها، راح نسلقها بهيدي المي اللي فيها الأعشاب العطرية وفيها باقي البهارات بالإضافة للهيل، والمستكة عنصر أساسي بهيدي الأكل مشان تعطي الطعم، صح؟ يا سلام. مستكة طبعا مستكة انواع، هناك مستكة الاصليه، في مستكة صناعيه ومستكة طبيعيه. ايوه. هلا المي هون قربت تغلي، راح نضيف هذا الدجاج اللي معقم ومنظف لفوق الدائره، ونحصل على هيدا المرق او هيدا النكهه. ما شاء الله عليك ابو كريم، يعني ما بتحسب حساب لكل شيء، ما بت ضروري نحن نوصل معلومات دقيقه بكافه الاحوال. طبعا الرز لهيدي الاكله بشكل عام بفضلوها انا حسب معلوماتي رز مصري. مزبوط. انا عامل كذلك على الاغلب بالاردن اكثر. رز مستعمل الرز المصري. خاصه للمنسف، للمقلوبه، اما الاكلات الاخرى الخارجيه اذا كانت المندي، البرياني، الكبسه، هاي اكل معروف انه حبه طويله وامريكي. طيب للرز طبعا هناك على فكره صلصتها رهيبه. صلصتها هي طبعا بينقعوا هذا التوست منقوع من مرق سلق الدجاج، بننقع كم شطيره من التوست ليصير مثل المعجون. بعدين والجوز، العين جمل، هذه مكونات الصلصه تبعها بالاضافه لطعمها. مش هيك انت؟ انا فهمت انك بروفيسور بالطبخ. بس مش شركسيه شوي. طبعا انا هون واقف مثل العمود بينك. لا انت البركه. لا خليك. هلا لنعمل الرز اللي احنا هون مسويينه، فوق مقدار من السمنه رح نضيف كوبين وربع من الرز المصري. هاي طبعا الرز طبعا جاهز للاستعمال، هيك مكتوب على التعليمات تبعه، بالتالي ما في داعي نغسله او ننقعه او نقع من قلبه بالسمنه. وبناخذ من مرق الدجاج يلي كوبين وربع. بدهم كوبين ربع؟ كوبين ربع بدهم كل كوب كوبين، يعني الكوبين بدهم 4.5. رز مصري. اي رز مصري
4.5 هيك حسب ما انا اشتغلت هون، وهي عملت تجربه بالاول، بالتالي لحتى تكون معلوماتنا دقيقه. عرفت كيف؟ طيب على بال ما كمان نشتغل بالاكل. ايوه ابو ضياء، عرفنا عن يعني مين هو ابو ضياء، عرفنا بدايه لهيك تعريف بسيط يعني. اول شيء ابو ضياء انسان اب والد، يا سلام، وانسان بيحب ايده تتحرك مشان تطعم الاخرين، يا سلام، حلو. انسان بيحب يخلي الناس تحس بالذوق اللي بيطلع من الاكل، يا سلام. طبعا على فكره يا ابو كريم، ابو ضياء كان عنده مطعم، كان عندي مطعم بالاردن اسمه مطعم لنا كلنا، وكان مطعم ثاني عندي على باب او بالزرقاء اسمه مطعم العراقي للاخوان العراقيين، يعمل الباتشا والتمن والشوربه والتشريبه وكله، ما شاء الله. الله تبارك الله. طبعا انا كنت اشرف على الطباخين اكثر من انه استعمل بايدي يعني، بالاضافه انه انا اب بحب اطعمي ابني من ايدي، اطعمي امي من ايدي، اختي من ايدي، اللي بيجيني ضيف يقول يا سلام يا سلام. بالفعل ما شاء الله، ما شاء الله عليك. هاي كل انسان بيحب عنده نفس طيبه بيحب يطعم الناس بطريقه هاي. صحيح. مهنتك هي العلاقه بالاكل؟ انا مهنتي ما لهاش علاقه بالاكل، بعيده حاجه هوايه بعيده بعد كثير. تفضل يا ابو ضياء، نلبس هاي عشان ندخل على الشغل القوي هلا. تفضل كمل. انا مهنتي مجال الطيران. ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شاء الله هون هو والاكل من هو، ما شاء الله. اثنين لانه حب السفر، من اسافر من مكان لمكان واطلع من بلد لبلد، كنت احب وين ما اروح اكون زي ما بقول مثل عندنا بالاردن كبير القوم خادمهم. أيوة. والانسان الطيب هو اللي بيخلي الناس تحس بخفه دمه، ايش بيخلي الناس تاكل من ايده. يا سلام. طب ابو ضياء، شو هيك الاكلات اللي انت ما شاء الله يعني متقنها كيف تعملها بنفس رائع؟ اول شيء انا اردني، يا سلام، وبعتز اني فلاح اردني، يا سلام، وبنعمل اكل فلاحي. واثنين اكلات الاردنيه المنسف التراثيه المنسف اردني، القدره الفلسطينيه طبعا، وهي او خلينا نحكي فلسطينيه اردنيه، بالاضافه الاكلات اللي دخلت على الاردن، الكبسه والمندي والبرياني والمجدره السوريه اللي بتعرفها، اللي هي اللي ما بيعرف المجدره ما بيعرفش اكل مقدره. واثنين بعتز اني بعرف اكلات الحج، امي كل شيء امي كانت تعمله اكون تحت ايدها، ويسلم ايديها ويطول عمرها هسه طبعا. لكن مع عفوا لمقاطعتك، بس هلا ما شاء الله الوالد يعني والمدام تلاقيهم مبسوطين كثير مرتاحين. والله بدي احكي لك، يمكن كثير نساء بيحسدوا زوجتي. الله يحفظك الوالد. اخواني واخواتي لما بيجوا على عزومتي بيعرفوا انه جايين على بيت ابو ضياء. يا سلام. لكن لازم شي يوم يعزمنا ابو ضياء، شو رايكم؟ يعني مش بس يعزمنا، يعلمنا عن من الموسوعه. بتشرف. اثنين الاكلات العيد، القراص والشغلات الفلاحيه الاردنيه، المطابق، الزرب، هاي شيء فاخر. يا سلام. الزرب اللي هو مدفون بالجمر، بالجمر بضبط 3 ساعات واربع أيوة ساعات. أيوة لغايه. أيوة. يعني بتشبه المندي تقريبا بالخليج. بس المندي بالخليج اكل كثير مشهور. الزرب بس مش اي واحد بيتقنها. الزرب شيء فاخر. أيوة. شيء فاخر. وبكل فيه وبقلع، عفوا، مش اي عدم، مش اي واحد جدا. صحي جدا، بروح الكوليسترول، تروح الدهون، بروح الشغلات. ايوه ما شاء الله. لا الزرب انا مجربها طبعا. اللي قدامكم هذا ما بيعرف الشمام من البطيخ، مدري من القرع. من القرع. نحن خلينا نرجع مزهريه، انا وضعيتي مزهريه. نحن يلي التحق فينا بهيدي اللحظه او اللي انضم لنا هلا، سلقنا الدجاج اللي نحن عم نعمل نسخه منه، سلقنا الدجاج مع الكرفس وورق الغار والخرنجان والبصل والجزر والهيل والمستكه وما يلزم من الملح. بعدين اخذنا من مرق سلق الدجاج عملنا فيه رز يلي على بعضه على النار وعمل نسخه، عملنا نسخه منه. بعدين اخذنا من نفس المرق يلي سلقنا فيه الدجاج مقدار يكفي لنقع 6 شرايح من هيدا التوست. من بعد ما نزعنا الحواف تبعه رح نحطه بهيدي الهراسه، ونحط فوق التوست اللي نقعناه بالدجاج 1.25 كوب من عين الجمل او الجوز. نعم. بعدين ايوه نسحقهم مع بعض. عين الجمل هي اخوان المصريين بيقولوا عين الجمل، حتى السعوديين. هو الحلي جوز. جوز. نعم. احنا بالاردن بيحكوا له جوز قلب. جوز قلب. لانه بشكله زي القلب. اها. زياده الياتي. واثنين او جوز عين جمل. يا سلام. لا من بعد ما هرسنا هون، هذا الصوص يا ابو كريم؟ لا هيدا جزء من الصوص. شو بنعمل؟ هون عندنا بهيدي الطنجره القليل
من الزبدة. رح نشغل النار فوق هذه الطنجرة أو تحت هذه الطنجرة، وبنضيف لها تقريبا كوب إلا ربع من البصل المفروم ناعم، ومحضرين كذلك ملعقة من الثوم، ملعقة كبيرة من الثوم. هلا بنضيف لما تبدأ يدبل البصل هون، بنضيف هذا اللي هرسناه، وبنضيف كذلك جزء من المرق لنحصل على كثافة معتدلة من الصلصة. بعدين بنسكب الرز وبنوزع الدجاج على جنب الرز، وبنوزع جزء من الصلصة على الدجاج، والجزء المتبقي بنحطه مرادف أو جنب الطبق لحتى الضيف ياخد مقدار اضافي اذا رغب من هيدي الصلصة. اكلي فعلا يعني حريص واحد جدير ان واحد يسويها على كثر ما هي طيب. ناس تعملها باللحم، لكن اللحم بياخد وقت اكثر، فنحن حبينا انه ناخد. طيب نرجع لحضرتك استاذ ابو ضياء، انت ما شاء الله يعني بما انه مجالك في الطيران وكذا، فاكيد انك زرت بلاد كثير وزرت دول كثير، فاعطينا مثلا بعض من الدول اللي زرتها وشو الاكلات اللي عجبتك فيه. والله اكثر شيء باريس فرنسا، كنت اكيف على الاكل العربي المغربي، الكسكسي اكل رائع جدا. المغربي المغربي الكسكسي المغربي هو صحيح. تونسي على مغربي على جزائري كله كسكسي، بس كل وحده بسويها بطريقه، بس كل انسان كل دوله بتعملها بطريقه بتختلف عن الطريقه الثانيه. يعني المغاربه بيعملوها بطريقه بتختلف شيء عن التوانسه شوي، يعني بالبهارات بالبهارات وحتى بالاضافات، يعني ما مش كل الخضار بحطوها. التوانسه بيحطوا الكوسه، بيحطوا الخيار، بيحطوا الزهر، حتى اللفت بحطوا فيه. المغارب بتختلف شوي، بتيجي ادق شوي، طريقه اقل شوي. يا سلام. وشو كمان من البلاد الخارجيه؟ طبعا بايطاليا نفس الشيء، ما انت مش غشيم عن الباستا وما باستا، والاخي نحكي المكرونات احنا بنحكي لها كان الاكل الايطالي والبيتزا وكلهم هدول ما شاء الله لك تجارب طبخية يعني. الحمد لله. وانا الي شهرين راجع من امريكا، طبعا هناك بتشرف اني كنت اساعد مرت اخوي واسجلها حلقات. يا زلمه كيف تعمل الاكل العربي؟ يعني انت مو بس ما شاء الله بتطبخ للعيله، بتعطيهم دروس كمان. ما شاء الله تبارك الله. الله يخليك سندي بعد، ما شاء الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. الله يوفقك ويطرح بركه فيك ان شاء الله. احنا بس يعني انا بتأهل، انا مبسوط اني مع الشيف ابو كريم، بطلع بس قاعد كيف بيعمل قاعد لك. صحيح ابو كريم، مشان تكون عندي وحده جديده، خبره جديده. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك ابو كريم. يعني هلا يعني اي شيء نحن بنسويه بتعمل فايده ويستفيد اكثر عدد من المشاهدين ومن ضيوفنا. في شغله واحده يا ابو كريم اللي حابب اعرفها، تفضل. اللي هي الاكل المصري، الكشري، هاي اللي ما في الناس فيها، هاي بحبها كثير انا وحاب. الكشري اكل شعبي على فكره، وطيبه، وبيحبها يعني الصغير والكبير، الفقير والغني، الفلاح والعيش بني بيحبها، لانه مكوناتها عباره عن عدس، لانها صحيه. صحيه صحيه، كلها صحيه، ما فيها اي مواد حافظه. مزبوط. سواء المعكرونه اللي فيها والعدس اللي فيها، العدس والحمص الاضافي والحمص، وحتى هذه الصلصه والبصل والحر اللي فيك اكله. مشان هيك التقليه اللي الناس بياكلوها والتقليه اللي عليها والبصل. أيوة. والشطه بقى يا ابو احمد، ولا ماشي الشطه؟ رح تضيف الثوم لفوق البصل. طبعا. طب يعني معلش هلا ابو كريم، ابو ضياء يعني عم يحكي لنا وعطانا ما شاء الله هذا، بس يا اخي ما خليه يدخل على ارضيه الميدان وما شاء الله يورجينا. والله انا الشركسيه هاي هسه لازم اتاسى منه، لانه الشراكس عندنا صح قريبين منا وقريبين من علومنا، لكن ما عزموناش ولا مره. هي كلمه شركسيه نسبه لشو؟ شركس هي بيجوا من القوقاز في حرب من حروب الاردن اول شيء. انت يعني منطقه شرق اسمها هي القوقاز، هي الحرب الروسيه والسوفيت عليهم. أيوة. واجوا على سوريا وعلى الاردن، والشراكس من اول الناس اللي استوطنوا في الاردن لما كانت اماره ما شاء الله. والشراكس من الناس العريقين جدا بالعادات وبالتقاليد ما شاء الله. الشراكس الأردن صارت عبارة عن موسوعة، موسوعة من كثر ما صار الحمد لله إن شاء الله يكونوا خير. صار فيها النزحة الباكستانية أيام الحرب الهندية، النزحة الشركسية من السوفيت ومن أرمينيا لما صار فيهم، وبرضو من فلسطين وبرضو من العراق، وبرضو أنت شايف اللي صار بسوريا. فصارت عبارة عن كل ثقافات داخل الأردن، فصارت معجم. هلا الاردن صاروا اي شيء يقول لك والله احنا
هي جامعة الدول العربية الأردن صارت. بس هذا دل على شيء بدل على كرم الأردنيين. نعم على كرم وعلى وسع صدرهم وعلى يعني فتح بيوتهم للمحتاج. والله الأردن شعب إنه يفتخر فيه. يا سلام. طب أبو ضياء بما إنه يعني هاي الشركسية خليها عجنة. ما بيعرفها لو عم يتعلم عليها أنت ليه بدك. لا بدنا خليه يشتغل بالحلا. نحنا شو عنا الحلا؟ شوف نحنا عاملين حلا يعني اليوم هيدا نوع من اختيار دائما نحنا بقطايب بكل فترة بندخل صنف من إنتاجنا نحنا أو يعني هيدا نحنا من بعد ما نعمل تجارب يعني عليها. هي الأكل نفسه أنت مطورة. انا مطور انا مدخل نكهات جديده او مذاقات اضافيه. تمام. عاملين قستر او ما يشبه الكريباتسيير تقريبا بالشكل لكن عاملينه بشكل مميز وحط طعم الموز. راح نحط عليها طبقه من الموز وفينا نستبدل الموز بالكيوي بالعنب بالاناناس بالجاص بالتفاح بالتوت باي نوع من هذه الانواع لكن احنا اخترنا اليوم الموز. راح نبدا نحضره وتطلع فاصل. ايه والله يا أخي أنت بتقرأ أفكاري ما شاء الله تبارك الله. بدنا نطلع يا مشاهدينا الكرام تقرير بسيط وبعدين نرجع للقامات الـ يعني ما شاء الله تبارك الله الأساتذة زي أبو كريم وأبو ضياء واللي أنا بينهم مثل أنت البركة. فاصل بسيط وبنرجع لكم مشاهدينا. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. بدأت فكرة اقتناء بعض الطيور وتدجينها في شرق آسيا منذ أمد بعيد، وتبين بعض المخطوطات الصينية القديمة أنها تعود إلى ما قبل 3000 عام. يعد لحم الدجاج مصدرا غنيا بالنياسين، وهو أحد مجموعة فيتامين ب المعقدة، ويوفر هذا الفيتامين نسبة 78% من القيمة الموصى بها يوميا في كل 200 جرام من لحم الدجاج. وتوضح إحدى الدراسات الحديثة بأن النياسين ضروري للوقاية من أمراض السرطان وللوقاية من الأمراض المتعلقة بتدهور أداء الدماغ في المراحل المتقدمة من العمر. تعد وجبة لحم الدجاج غذاء جيدا للرياضيين والذين يبحثون عن الطاقة، فهو يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين B6 الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة في جميع أنحاء الجسم، كما أن فيتامين B6 يكمل عمل النياسين في معالجة الجسم للكربوهيدرات وتحليل السكر والنشا إلى جزيئات ليصل إلى الشكل النهائي الذي يتم تخزينه في خلايا العضلات. والدجاج أيضا مصدر جيد للعديد من الأملاح، لكن أملاح السيلينيوم هي الأكثر أهمية لصحة الإنسان، فهو عنصر أساسي للعمليات الأيضية في الجسم بما فيها عملية التمثيل الغذائي لهرمون الغدة الدرقية وأنظمة الدفاع كمضادات الأكسدة وجهاز المناعة في الجسم. وتشير العديد من الدراسات المستقبلية إلى إمكانية وجود علاقة قوية بين تناول السيلينيوم وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، كما أن لحم الدجاج تقل فيه نسبة الدهون كثيرا إذا ما قورنت باللحوم الحمراء مما يجعله أقل خطرا على الجسم، لكن هذه النسبة من الدهون تتوفر بكثرة في جلد الدجاج، لذلك ينصح الأطباء بتجنب تناوله قدر الإمكان خاصة المصابين بأمراض القلب والشرايين. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. أهلا وسهلا فيكم. طبعا قدمنا
هذا الفاصل نأمل نكون اختيارنا بالنسبة لهذه المعلومة اللي شفتوها واللي راح بتشوفوها دائما تكون دائما تزيد على معلوماتكم، تزيد على ثقافة الغذائية اللي انتم تتمتعوا فيها، وهذا نحن اللي حريصين عليه. اهلا وسهلا فيكم الاولى دائما من خلال الأطيب. نرجع للصلصة. هذه الصلصة يلي التحق فينا او يلي هلا فتح التلفزيون قلنا نقعنا التوست بعد ما زلنا الحواف بمرق سلق الدجاج لأخذ النكهة، وبعدين ضفنا له الجوز، وبعدين خلينا على جنب، حمرنا القليل أو ذبلنا البصل والثوم وضفنا التوست المهروس عليه، وبعدين ضفنا المرق اللي رح حصلنا على هيدي اللزوجة، بعدين نهرسه مع بعض لتتداخل هيدي الصلصة بشكل جيد كلها مع بعض. هاي طبعا الآلة هاي والله مفيدة كتير يا أبو فعلا يا أبو الكريم، يعني بشوفك أنا لاحظتك تستعملها كتير صراحة، وسهلة مع الصوص لأنها كان لما تكون الطنجرة حامية أو المادة حامية بعيدة عن واثنين لا فعالة، يعني هذه في أكثر من بديل اللي هي تنطر الصوص ليبرد وتنقله على الهراسة العادية أحسن، لكن هذه لا هي بتقاوم الحرارة، هذه مهيئة للحرارة بتحرك كل شيء من ناحية، ومن ناحية ثانية يعني سريعة. بدنا نحكي كمان بس معلومة صغيرة عن الدجاج، قلنا هيدا الدجاج اللي احنا سلقناه مع البقى العطرية سواء الأعشاب العطرية والهيل والمستكة بيعطيها نكهة الممتازة أو المميزة لهيدي الأكلة اللي اسمها شركسي. هيدي الصلصة بدأت ترتعي وبدأت تغلي تتكتف، نخليها على جنب لنسكبها سوا عند التقديم. أما الرز هون يلي بدأ يمتص السوائل اللي حطيناها عندنا طبعا نسخة جاهزة من الرز لنقدمه سوا، واللي نحن طبعا اللي هون عم نستعملناه هيدا كمان نسخة منه، لكن بحاجة لقليل من الوقت لينضج بالكامل. رح ننتقل لنشتغل بطبق الحمام، شو رأيكم شباب؟ يا سلام يا. بسم الله. ونحن عم ننتقل أبو ضياء، خبرنا مثلا أصعب أكل أنت عملته، يعني أو خلينا قبل ما عندك نكتي عن أكل معينة. والله ليش لا، عندك موقف؟ اه والله كان من يوم الايام شبه مضحك على شبه محزن على كانوا اخواني، والدتي طالعه مشوار مع الوالد وإشي، وبقي اخواني بالبيت الصغار، فبيعمل لهم اكل اسمها بيعرفها ابو كريم يمكن، اكل اسمه فركه بالبيت. تمام. اي نعم. وانا بعمل بعد ما في الفركه وجهزت كل شيء وصار بالطنجره، والدتي كاني حاطه واحد صابون تبع الغسيل فوق رف بالمطبخ، واحد من اخواني وقع صابونه وين بالطنجره بدون ما احس، بتطلع على المفركه صارت تغلي وتعطي رغوه، تغلي تعطي رغوه من نتيجه لما كنا المفركه بالصابونه. اوه توه وطلع طعم الصابون. يلا يلا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا عم بيعمل كان بدايه بيعمل غسيل معدي. والله غسيل معدي كانت بدايه ما انساها. انا اشتغل من الحلو هي من بداياتك في الطبخ. هاي البدايه. متى بدات ابو ضياء؟ والله زمان احكي لك، احنا والدي الله يطول عمرها عندها امين كم من الخلف كثير ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شباب وصبايا كثار، وانا بعتبر حالي من الاكبر فيهم ما شاء الله، فشو كان ما حد كان يساعد الا انا او اختي الكبيره، حتى العجين حتى التنظيف حتى كذا اساعد الوالده. يا سلام. ان مرضت احنا اللي نقوم باي شيء بالعمل، فهي بداية بالبيت. وطبعا ما شاء الله هي من نفسها طيبة وإيدها طيبة والناس تشهد لها، فنتعلم منها أول بأول بأول الحمد لله رب العالمين. واللي ما بيساعد مرته بالبيت ما ينفعش، عكس اللي بيكون الناس الراجل هو اللي بيساعد مرته خاصة بالطبخ، لأن دائما نفس الرجل أطيب من بعض النساء. والله كلام كثير هلا أكيد كلام انبسطت منك كثير نسوان هلا بهذه الفكره وبهذه الطريقه. لا والله كلام صحيح جدا، كل رجل لازم يكون بس يساعد مش يعمل يساعد، لا مش عامل اساسي. أيه. ومش يكون كمان نزاق وعصبي على مرته لانها والله ما زبطت او ما عملت أكيد او اكيد اكيد اكيد. يا سلام ابو كريم شو عملت هون؟ نعم في كوبين من الحليب، هاتيلي لو سمحت عندك الجاك اللي فيه كريم كريمه نضيف ما يعادل واحد كوب فوق هيدا اللي بس انت بس كمان 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 شوي كمان هذا كوب كمان لا. كمان بس اوكي حلو كريمه جاهزه هذا فريش كريم نضيفه منه كوبين الى ربع من السكر، هذا السكر عندك يعني بدك تخلي ربع الكميه بال طيب كمان اللي بس واحد
كمان روح روح بس هيك. كمان 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 شوي كمان شوي بس اوكي شايف يا اخي دراعك اليمين انا يا ابو كريم وراح نضيف فوق البيض كم بيضه هون 6 حبات من صفار البيض صفار فقط مش يعني بمعدل تقريبا كل 1 كوب من السوائل حطيناها اللي هي الكريم والحليب ابو كريم شفت في طريقه جديده لسحب صفار البيض تعرفها ولا ما بتعرفها شفط الشب في حتى التقشير بس التقشير البيض التقشير غير الفرك لا عاد هذا نفخ والنفخ النفخ لكن هيدا بالبيت بالبيت اذا انت بالبيت لك شخصيا تستعمل عمليه النفخ هي عباره عن انه البيضه المسلوقه اي تكسرها من اول ومن الاخر بس لك هيدا نحن ما فينا نعلمها للناس عشان انه هيك جربوها تجيرها بعدين جربوها في البيوت اكسروا هاي البيضه اكسروا اوله واخره وجربوا انفخوا هي طلعت البيضه لحال ولا هيك هي فعلا طريقه يعني كثير سريعه سهلة ما دامت شخصيه حتى لو حد بياخذنيش يمكن بعض الاحيان من لزوجته لابنته لابنه يمكن يعني يعرف ينفخ يرجع ياكلها من بعد ما يا ابو كريم كل واحد وطريقته شو ما بده طيب الان حطينا احنا هون قلنا السكر والحليب بالاضافه للفريش كريم يا سلام فوق صفار البيض هيدا راح نضيف تقريبا 1.25 كوب من النشا اها اوكي مشان يعطيها ثاني هذا زياده ونخلط ومن الإضافة للنشا راح نضيف كذلك حليب تقريبا 0.25 كوب من الحليب الحليب لفوق النشا وال أنا صفار البيض راح أخلط بالإضافة كمان للفانيليا فانيليا طبعا هي أساسية هيدا الفانيليا بشكل عام أي شيء فيه بيض لازم الفانيليا يعني بيروح ريحة هي صح؟ يعني تجنب لما يزنخ البيض وأحسن عملية الخفق دايما لما يكون عندك أيوة. بيض تستعمل شريط الخفق من ناحية بتتجانس الله يهون عليك يلا يا الله بسم الله أبو ضياء المرحلة الجامعية وين كانت وما ساعدت في الطبخ؟ لا والله كنت بسلاح الجو بمجال الطيران ما شاء الله شغل ثاني ما كان ما في ما كان لمجال ما كان في اي فراغ انه لا لا بس كنت انا كثر تنقلي وشغلي ومن مكان لمكان كان احد الاسباب انه الانسان يصير عنده خبره بالطبخ يا سلام طب شو اصعب اكله طبختها اصعب شيء يعني هي بتاخذ وقت وهيك وجهد هي يمكن ابو كريم يعرفها الورق الدوالي بالسانات والشغلات هاي صعبه بتطول اي شيء بيتعلق بالخروف تلاقيه بده وقت وكذا ورق عنب على والفوارغ هاي شغله فوارغ مع الكرش هاي برضو اكله أردني على خلينا نحكي عربية. بس كل واحد بيسويها بطريقة. كل واحد بطريقة. هي هون النفس بيلعب دور يا أبو. النفس مش مختلفين بأي شيء بيلعب لكن هي مثلا احنا اللي بيسويها بحطوا لها الكركم والحمص والبصل كويزات البصل مزبوط. بالإضافة للرز واللحم المفروم. المحشي بالكرش. أيوة. في ناس بيسووها فرم في ناس الفوارغ تنعمل بطريقة مرتبة كمان زاكية هي أيوة. لا قبل هذا كله عمل تنظيف نرجع مبدأ إنه أنت بتحكي بلبنان لبنان وسوريا والأردن تقريبا بلاد الشام كلها بنفس الطريقة تقريبا لما بدك تطلع للدول الثانية بيختلفوا عن بعضهم أنا حتى أسمائها حتى أسمائها حتى أسمائها بالمكسيك بيلفوا بورق الموز أو بيلفوا بالملفوف كل منطقه لها شيء طريقه لا على فكره على ورق سيره ورق الموز الحنيد اليمني بيسووه بورق الموز وبورق الليمون ورق الليمون الطازه نكهه ورق الليمون ريحته مش طريقه ورق الليمون مزبوط لك اذا حسب كثافه الاستعمال او كثره الاستعمال الليمون الورق الليمون الطازه الجديده تاخذ الزهره الخارجيه اللي بكون لسه بعدها صفر كيف مع ورق الموز بغلفوا اللحم بورق الموز ما بطبقه من الخضره والبصل وهذا وورق الموز بيمنع بيخلي الحراره تطلع كطريقه بطريقه التهبيل كانها ضغط مزبوط كانها ضغط يعني شيء مش طبيعي شيء حلو هدول الان بعد ما دخلت الاصناف كلها مع بعض يا سلام راح شو نعمل نضيفهم انا في البيت عندي البردقان او الليمون قبل ما ياكلها الولد او البنت باخذ البرش تاعها الخارجي بستعمل بهارات خاصه لسلق اللحمه ما شاء الله بيطلع النكهه بتطلع برا خارجي
ما بتحس باللحمة انه فيها نوع من الزنخ. هو سبحان الله اي شيء في الفواكه تلاقيه يستخدم حتى لو القشر. كل يعني شيء كل شيء ما في شيء بالرمى الا الشيء بالفعل ما يوكل. مزبوط. طيب ابو ضياء عندي سؤال بسيط. تفضل. الان يعني حضرتك ما شاء الله خبرتك كم صار لنا الان تقريبا في الطبخ؟ والله كثير. يعني انت قلت من وقت الشباب تقريبا. والله من الشباب. من وقت الشباب. الشباب لما الانس لانه بدي احكي لك فوق ال 30 35 سنه ما شاء الله. طب هل يعني خلص انت ممكن توصل لمرحله تقول خلص انا تعلمت كل شيء ولا لا؟ الانسان ما يقول انا ما تعلمت ولا بيعرف كل شيء. بيموت الانسان وهو يتعلم وبيموت وبيعرف اشياء جديده. يا سلام. ولحد الان مستحيل. انا بحب اطلع. انا اليوم مثلا هلا بتحكي معي انت احب ما علي بكره اكون في دوله ثانيه واعرف شغلات جديده مشان اعرف ثقافات جديده احس باطعام جديده. احنا كنت صرنا نعرف السوشي ما كناش نعرف الياباني. صرنا نعرف اكلات بالمكسيك. نستعمل الحامض. السوشي اكلها سوشي تحبها؟ والله ما حبيته. لان انا ابني راح كثير ناس داءوا السوشي بقول له هاكي بقول له والله ما عاد سبحان الله. حسب تختلف الاذواق حسب الحشوه. اما كمأكولات بحريه شيء فاخر. الانسان دائما يفكر بالاكلات البحريه لانه كوليسترول قليل لانه صحيه. يا سلام. حنرجع للاكلات البحريه ولكن فاصل. بعد الفاصل في سؤال على الاكلات البحريه. حنطلع معكم فاصل مشاهدينا الكرام بعدين نرجع لابو كريم وضيفنا الاستاذ وفيق ابو ضياء. نروح ونرجع. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. مائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب. سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز الرياض طريق الملك عبد الله امام صحارى مول. www.mariz.com.sn. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وقدامي هاي البطيخة أو شو بتتسمى بسوريا؟ نحن بنقلها جبس. سوريا جبس. إيه. بالمغرب العربي دلاع. دلاع. بالكويت. بالكويت أيضا. بالكويت دلاع. شو كمان؟ في العراق بيقولها رقي. رقي. طب هوني هوني جح. ليش هالأسماء هاي يا شيخ؟ والله دول هاي دول عربية وطبعا إنما هي بالنهاية بطيخ بتاكل. طيب خلينا نحن نرجع لطبق الحلو. عطيني الطبق من عند جنبك لو سمحت. الشر تفضل. نسكب منه شوي نتركه لا يبرد. انا عندي نسخه بردي ولنوزع. يا سلام. يسلموا ايديك ابو كريم. هلا بنوزع فمنا قلنا النوع المرغوب من الفواكه يلي نحن بنختاره. يا سلام. اذا نحن اشتغلنا فيها هيدي وحده بردي هون تفضل بس ناقصها انه نحط عليها الفواكه. طيب رح نرجع نحكي بشكل سريع عن طبقنا الرئيسي. طبعا هذا الرز قرب ينتهي بحاجة لقليل من الوقت بعد ما طفينا أو خففنا النار على الآخر عليه لحتى يبطل ملتصق ببعضه ويصير يعني كل حبة لحالة. يا سلام.
بهذا الوقت شو بنعمل؟ البطيخة. يا الله البطيخة. الرقة. الرقة. الرقي. إيه. الرقة غير. الرقة هي عندنا في سوريا. الله يحمي الرقة. آمين يا رب. أبو ضياء. رمضان يعني ما شاء الله ودعناه قبل فترة. لو حاش الله منك رمضان. والله يتقبل منا ومنك. آمين. ف يعني بدنا نعرف رمضان كيف كان جو معك؟ إيش؟ والله تعرف رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. أول شيء أنا حاليا في السعودية بتعرف. ورمضان بعيد عن الأهل صعب شوي. لكن ما إنه عندي أولادي موجودين هون. ما شاء الله. اثنين رمضان بالنسبة إلي أنا خدمة. صحيح بشار هون قاعد ورا هون و... على فكرة بدي الصور يا بشار قاعد عم تصورنا بصور فيك بشار فبدي صور رمضان بالنسبة لي خدمة أنا طبيعتي ما بحب أكل أكلة وبعرف إنه الأخ أو أبو كريم مش ما عندهم الأكل اللي أنا بأكل منها فينا مش كل الناس بتعمل طبخ مش كل الناس فبحكم إنه أنا موجود بين زملاء وعايشين شبه مفردين او عزابيه بحب اروح اخدمهم حلو احنا بشركه صدقا امرار بروح بعمل اربع وجبات خلال قبل الافطار لاشخاص اللي هم زملائي بالعمل قبل ما ارجع لبيتي عفوا انا في شيء هون علق معي فعم حاول يلا تفضل فبعض الشباب مش كلهم بدقوا الطبخ بروح بعمل للمجموعه هاي اكل معينه يا سلام والحمد لله أشكر رب العالمين الله أعطاني شيء أقدر أقدمه للناس برمضان. طب صحيح. إن شاء الله تكون صدقة جارية. إن شاء الله بإذن الله. يعني في أكلات يعني بتنعمل برمضان فقط يعني في سبحان الله رمضان له أكلات الخاصة. هو إحنا بلاد الشام أكثر إشي من المقبلات. مقبلات بكل أنواعها وخاصة الفتوش خاصة التبول أنت بتعرفها واثنين لازم مع بالإفطار يكون شوربة شوربة عدس شوربة خلينا نحكي شعيرية شوربة خضار. هاي لازم تكون مبدئيا واثنين الحمد لله تصورنا بالسعودية حسينا في طريقة غير انه الانسان بيأكل حبتين هالتمر بيشرب قهوة بيروح يصلي بعدين يرجع بيكمل الاكل الثاني اكيد احنا بالاردن كنا ندبها دب واحد اشرب الشربة على طول واعطيها مرة المعدة بتخاف بعدين كل شيء نازل عليها فجأة هيك والله يكفيك شرنا بعد الفطار طبعا طب ابو ضياء نحن ما شاء الله عليك الان يعني انت عندك بشار هاي هون قاعد ولدك وايضا ضياء ويعني هل اولادك يعني هل منهم انت عندهم هيك حسيت انه عندهم حس الطبخ هذا وحبيت تعلمهم انا بديش تسمعني ضياء وين هي مشان اولادي بتهاوشوا معي اها بقول بابا ما بدنا ام ضياء تطبخ ما بدنا ماما بدنا انت اللي تعمل لانه اكلك اطيب هيك بصير مشاكل بعدين حتى هي الحمد لله لا انا بحكيها هي ست طبخات ما شاء الله وست ستات الله يحفظها يا رب بس بتقول الاكل من ايدك غير طب انا اب الاول والاخير ودوار زي اي انسان وكل اب لازم يكون هيك يا سلام وال يعني اولادك ما لهم حدا هيك ما له هوايه ما حسيت انه ما بيحب يساعد ما بيحب في عندي من بناتي شوي بيلهم هالميول بس اخواني فاتحين هلا بعضهم تعلموا من نفس طريقتي ما شاء فاتحين الله. اذا بتعرف جرش بالاردن فاتحين مطعم ما شاء الله ما شاء الله خلينا نحكي مستوى عالي ومطعم راقي بدناش نعمل دعايه لا ما في اي مشكله والشباب اللي الله معطيهم يعني انه ايديهم نظيفه بالشغل وصاروا يجيبوا من الطباخين او الطهال الطيبين يا سلام ويعملوا الشغل ابو كريم وين وصلت شوف انا وصلت هون وردي الوردي لانه سفنجي شوي هيدي البطيخه فرطت بالتالي انا عم بجيب عم بختار على بنقلها عمليه جراحيه لا عم تنقل وردي من هون بنقلها من هذا الجزء لحطها بهذا الجزء صحة صحة والله في شيء علق هون يا ابو ما بعرف فلفل ما بعرف ما اكلت فلفل بس في شيء علق وما بقى يطلع اوكي ايوه اسلم تفضل هيدا نرجع والله ما شاء الله يعني مو بس طباخ جراح كمان ما شاء الله تبارك الله ايوه طب هاي هلا طب هاي من وين ندبر لها ورده هيدي هلا هيدي بعدين طال عمرك ما خلينا نحولها للشباب صحيح يا شباب لكم خلاص تصرفوا فيها وين يا حسون الحسون بده البطيخه بس معقول هيك يعني هي هلا تكملها بورده وهي تلاقي لحالها قاعده
فتحت لها فتحة هيك التليفون موجود هلا فردي كيف عاملين دب كامل بالبطيخة بشكل رهيب ما شاء الله. ايه على فكرة يعني ما شاء الله البطيخ حكى ابو كريم مرة بحلقة من الحلقات انه يعني بامكانك انت ترسم اي شيء على البطيخ. مزبوط. اذا بدك ترسم شعار، اذا بدك ترسم وجه، اذا بدك ترسم حيوان، اي شيء تكتب اسم حبيبتك بس. ايوه اي شيء، اسم مرتك، امك، اي حدا. يا سلام ابو كريم، يعني واحد ما في يتعلم هالشغلات بسرعه هيدي الحفر ايه ولا بده وقت؟ هذا بيتوقف على رغبتك، حفر على البطيخ اذا عندك رغبه. ما شاء الله ابو كريم حتى بيحفر على المكعبات الجليد، بس هل تحتاج الات ومنشار وكذا؟ ابو ضياء ما جربت الزينه قبل هيك؟ ايش هي الزينه او الديكور؟ ما جربت. بلاش نفوت بهيك امور تلك مويل ثانيه، لانه انا كنت ادرس رسم على الزجاج ومراي للطالبات ما شاء الله تبارك. كنت يعني كان عندي مركز تدريب خياطه وتريكو وتنسيق زهور وتجميل، من حكم شغلي كنت تنسيق الزهور، كان عندي محلين تنسيق زهور. طب هي بتلعب دور في الطبخ؟ لا بلاش دخل، بس يعني ما الفنان فنان سواء بالطبخ سواء فنان بالبطيخ اللي انت بتشوفه، هذا الانسان ذوق فن، انسان احساس. ما شاء الله. تعاملك مع البشر هو ذوق، اكلك هو ذوق، الانسان اللي عنده احساس بيعمل كل شيء. برافو عليك. اذا ابو كريم هلا والله، ذكرنا شو عملنا اليوم. نحن طلعنا كملنا الشركسيه اليوم على الجيز. يا سلام. وعملنا الكستر البيتي الطازه يلي ممكن قلنا اللي اسمه شو هو بالفرنسي او بيشبه قريب للكريب باتسير. باتسير ايه. هي لو قلتها ثلاث مرات تعطيني جائزه. باتسير باتسير. عرفت كيف؟ طبعا بدنا نذكر ايضا مشاهدينا الكرام، لانه باقي معنا دقيقتين. نذكر ايضا مشاهدينا الكرام انه بامكانهم هم يتواصلوا معنا على حسابنا على قطايف الانستغرام، وبامكانهم ايضا يطلبوا اي وصفه هم بدهم اياها، يجربوا اي وصفه هم شافوها من حلقه اليوم او اي حلقه ثانيه ويصوروها ويعملوا لنا تاج على الحساب ويعطونا ايش رايهم، هل جربوا الاكله هاي عجبتهم، هل جربوا مثلا ديكور مثل ما بيعمل رائع جدا ابو كريم ما شاء الله تبارك الله. جربوا انتم في البيت تعملوا هيك، واذا كانت التجربه ناجحه او فاشله سواء ورجونا شو سويتوا. واحنا لازم ايضا الجمهور نعطيه حق كبير، لانه هو صراحه اللي هو يعني اللي بيعطينا التفاعل، بيعطينا هذا الامل، ويعطينا ايضا ملاحظاته. ولا لا يا ابو كريم؟ اوه حقيقه نحن كمان بالاضافه اللي قاله زميلنا الاستاذ معن، نحن كثير بهمنا وكثير بنسعى وكثير بنجتهد الحقيقه لا نحصل على اكبر عدد من المشاهدين يلي هن بحب نرضيهم من خلال هذا البرنامج، من خلال اختيارنا للوجبات، من خلال طريقه تحضيرنا للوجبات، كذلك المذاق النهائي لطبخاتنا يلي بنسويها كل يوم. برعايه الله وحفظه نترككم، واهلا وسهلا فيكم دائما من اولى من قطايف. الله يعطيك العافيه. بدي احكي كلمه قبل ما اخلص. تفضل معك. الانامل هاي اللي تعملت الورد هذا، هاي لازم ما تسمى بانامل طاهي، تسمى انامل ذهبيه هاي، لانها فعلا احساس. تسلم. الله يخليك، يطول لي عمرك. الله يعطيك العافيه، غمرنا بلطفك، شرفتنا استاذ وفي. بالعكس يا والله، يعني كانت حلقه جدا جميله اليوم وثريه ما شاء الله من استاذين في الطبخ. حياك الله والله يعطيكم العافيه، كانت الحلقه جدا جميله اليوم، شرفتنا استاذنا. والى هنا بنكون وصلنا الى نهايه حلقتنا مشاهدينا الكرام، وان شاء الله غدا في موعد اخر مع حلقه اخرى ايضا ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه.